عليكم خوتي وخواتاتي والمهمات، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو، يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله على القناه. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال التحضير كلاص كيجي رائع بالمشمش. ودابا على بركه الله غناخذ المشمش، خديته وقطعته طريفات وغنطحنه بوحدو بدون اضافات، نطحنوه مزيان. ودابا نبداو على بركه الله. هنايا المقادير اللي عندي: حبيبات ديال الشوكولاط ديال الكوكيز، وعندي واحد جوج دانيت فلو كراميل، وعندي نصف اطر ديال الحليب، وعندي واحد شاصيه ديال غبره الشونتيي، فانا كنستعمل هذا النوع، نتوما استعملوا اي نوع بغيتو. وعندي واحد العلبه ديال الحليب المركز المحلى المركز كراميل، فانا طيبته حتى ولا كراميل. وعندي المشمش اللي انا طحنته. فاكيد المقادير اللي عندي كلها وضعتها في الفريغو اي المجمد حتى بردوا ليا مزيان باش تطلع لينا الكريمه دغيا. بسم الله. فانا خليت الحليب في المجمد حتى بدا كيتكون عندي الثلج في الحليب، وغنزيد واحد الشاسي ديال بودرة الشونتيي، ونبدا على بركة الله. بسم الله. صافي، بعد ما تكونت عندي الرغوة كيف ما كتلاحظوا، غنضيف دانيت. انا عندي كيف ما قلت لكم الحليب المحلى المركز، طيبته حتى ولا كراميل، ممكن تستعملوه بلا ما تردوه كراميل كيف ما بغيتو. شي مره ان شاء الله نشارك معكم الطريقه كيفاش تطيبوه ويولي عندكم كراميل. بصراحه لاكلاص ديالنا كيجي رائع بزاف ولذيذ، كيجي لذة رائعه اكيد مبرد في هذا الصيف. بصراحه كيلصق ليا في المعلقه. ما كيبغيش يطيح ليا من المعلقه دغيا، ولكن معليش. صافي، فانا فرغت البواطه كلها. دابا كنضيف المشمش اللي طحنت، فالكلاص ديالنا كيجي بمذاق المشمس اي المشمش الطبيعي، فهو كيجي رائع بزاف. صافي، فحنا سالينا من التراب، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام.
صافي غنجيبو المول ونضيف الحبيبات ديال الشوكولاط. صافي دابا هذا هو القوام اللي بغيت في الكريمه ديال لاكلاص. عندي هنايا مول دائري، نتوما استعملوا اي مول متوفر عندكم. صافي خلطتو شويه وغنبدا نسكب الخليط في المول. بصراحه لاكلاص كيجي واعر ولذيذ، فاحنا صيبناه بالمشمش الطبيعي وهو كيجي في كلاص كبير عائلي. صافي دابا نغطيه ببلاستيك غذائي باش نوضعوه في المجمد. اكيد خاصو يبقى ليله كلها في المجمد باش كيجينا الكلاص ديالنا زوين. بصراحه كيجي رائع بزاف. وكيف ما كنقول لكم دائما مرحبا بالجميع في القناه ديالي، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، ومرحبا بالناس الجداد، ومرحبا بالناس اللي قدام معايا. مرحبا بالجميع، فانا اكيد كنتشارك معكم اي وصفه عجبتني وكتجيني زوينه كنتشاركها معكم باش كلشي يستافد. اكيد ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والبارطاج. صافي فانا دابا وجدته في العشيه، غنخليه ليله كامله ان شاء الله، غدا نوريكم الشكل ديالو. السلام عليكم، هاني رجعت معكم بعد ما دازت ليله كلها، والكلاص ديالنا او الايس كريم بات في الكونجيلاتور اي المجمد فهو جمد. ودابا هنايا عندي واحد شويه ديال اللوز، فانا حمرته وطحنته هكذا كيجيني شويه مهرمس. وعندي واحد شويه ديال حب الملوك وشويه المشماس، وعندي هاد اللويمينات هذا الخضرين غير للتزيين فقط، ريحتهم رائعه. فالتزيين كيبقى لكم اختياري حبيباتي. ودابا غنبدا على بركه الله، بسم الله. ناخذ الكلاص ديالنا ونفتحو عليه غير بشويه، صافي فهو كيجي رائع بزاف. هانتوما بصراحة كيجي زويون وكيجي لذيذ، فحنا صيبناه بالمشمش الطبيعي. صافي وكنبدا نزين. التزيين كيبقى لكم اختياري، زينوا كيف ما بغيتوا. فهاد اللوز المحمر كيعطينا واحد لاخوستيون، واحد القرمشه، اكيد الايس كريم ديالنا الكلاص كيجي زوين بزاف. صافي التزيين كتزينو كيف ما بغيتو. كنزين بحال هكذا بحب الملوك. يا ليلى وصلت على نبي،
هذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا حبيباتي ديال الكلاص ديالنا بعد ما زيناه، فهو كيجي رائع والمذاق ما نقول لكمش. وغنبدا على بركه الله نقطع. صافي وهذا هو الشكل ديال الكلاص كيف ما كتشوفوا، كيجي زوين بزاف شكلا ومذاقا اكثر من رائع. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، فهو كيستحق التجربه. هذا هو الشكل النهائي ديالو، فجربوه بصحتكم وراحتكم. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصحابكم، وضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.